راديو نيل. رمضان ويانا على نغم اف ام. ولسه كنا بنتكلم من شويه في بدايه البرنامج وقلنا بقى الموسم الرمضاني والمسلسلات العظيمه جدا، وعديت معاكم مسلسلات كتير بنتابعها، ووقفت عند مسلسل عمله نادره. وفعلا يعني هو عمله نادره الحقيقه السنه دي، مسلسل عمله نادره من المسلسلات العظيمه جدا يعني. وانا بالنسبه لي وانا بتفرج على المسلسل ده انا خلاص الحلقه بتخلص وكل الشخصيات في دماغي، الشخصيات مرسومة حلوة جدا وفاكر أسماءها يعني بشكل مش معقول يعني أحفظهم كده. نادرة، عبد الجبار، حسن أبو عصايا، عصام، أنس، علاء، مسعود، يعني دميانة، كل الشخصيات لأن هم مرسومين بشكل رائع. واللي رسم الشخصيات دي بالشكل المبدع ده طبعا يعني كاتبنا والمبدع الكبير والسيناريست الدكتور مدحت العدل. دكتور مدحت العدل بجد عامل السنة دي حاجة كده، وده مش جديد طبعا عليه، عامل حاجة مبدعة من الإبداعيات. منورنا دلوقتي على التليفون على نغم اف ام الكاتب والسيناريست وكمان الشاعر الغنائي طبعا دكتور مدحت العدل. اهلا بيك يا دكتور، منورنا على نغم اف ام. مساء الفل يا عماد، ازيك يا حبيبي؟ منوره باهلها ومستمعينا اللي بيسمعوكم طول الوقت، وسعداء بيك وكل سنه وانتم هم طيبين يا حبيبي. ربنا خليك يا دكتور، ببارك لك على عمله نادره. بجد شكرا جدا، مستمتعين بيه قوي قوي الحقيقه. وعايز اعرف من دكتور مدحت العدل، دكتور ايه اللي حمسك تعمل المسلسل ده دلوقتي او تروح للسكه اللي هي الصعيدي؟ الحقيقه انت عارف عمده بقى في السن ده لازم الاقي حاجه تشدني تنبهني، يعني حاجه تقول لي اشتغل. انا بقالي 5 سنين ما اشتغلتش دراما تلفزيونيه. ده حقيقي. اخر مسلسل ليا كان لعلي سعد. كان عظيم برضه طبعا. الله يخليك. فطبعا بقعد ادور على ايه اللي يشدني. انا الدراما الصعيديه او عالم الصعيد بشكل عام يعني هو عالم زي عالم الواقعيه السحريه كده، الحاجات اللي احنا ما نصدقش انها بتحصل بس هي بتحصل. وانا من محبي الصعيد، يعني انا رغم ان انا من المنصوره لكن انا عايلتي كتير في الصعيد ولي اصدقاء كتير جدا في كل مدن الصعيد، وبحس ان هم ناس سخنين في مشاعرهم في الحب والقر والحسد بيضطروا، تحس ان هم ما تيجي تبص للموضوع تحس ان هم ملهمين، انت يجي لك حاله الهام ان انت تكتب عنهم لان سخونه المشاعر دي بتسخنك انت كفنان طبعا، وانت راجل ممثل وعارف الكلام ده، الشخصيه زي ما بتكون بتكلم نفسها. ايوه. بتقول لك اكتبني. فالحقيقه ده اللي شجعني. وحاجه بقى تانية كمان اللي هي حته ان البنت لا ترث في الصعيد. أيوة. ارض، ودي على فكره من العادات والتقاليد المعروفه جدا جدا هناك، ولا يختلف عليها الانسان البسيط في التعليم وحتى اللي معاه دكتوراه مؤمن بهذا الكلام. فانا حبيت اتعرض لهذه الحدوته طبعا، ومع احساسي برضو مندو كان نفسه يعمل اول حاجه صعيدي، نيلي عايزه تغير جلدها وتخش منطقه جديده ما دخلتهاش. طب يا دكتور خلينا نروح على نيلي، حضرتك جبت سيرتها دلوقتي، حضرتك ما كنتش متخوف ان نيلي تعمل حاجه صعيده كده؟ طبعا مع اختيار المخرج مندو العدل، بس اختيار نيلي كريم في شخصيه نادره ما كانش غريب شويه؟ او هي مثلا يعني قول لي الاجواء كانت عامله ازاي. لا بص، هو نيلي كريم اصلا بصراحه هي ممسوس التمثيل. يعني ما عنديش اي شك ان انا لو طلعتها دور واحده من اوكرانيا هتمثل، لو طلعتها دور هنديه هتمثل، ما عندهاش مشاكل. ايوه. فهي ست الحقيقه انا بثق فيها تمام الثقه ان هي تقدر تعمل اللي هي عايزاه، لانها كمان بتذاكر، مش موضوع بس تقدر، انت عارف الممثل المجتهد يقدر يعمل اللي هو عايزه طالما موهوب. فهي بتذاكر كويس قوي وبتشتغل كويس قوي على نفسها، وجابت نصحة لهجة ودرست الشخصية. وطبعا انا برضو مؤمن ان مندو العدل الحقيقة عمل مجهود رائع جدا في توجيه ممثلينه وفي اختيار الكاست بتاعه، فالحمد لله تكلل كل ده بصراحة يا دكتور. يعني واضح يعني الواحد بجد خلاص بقى، انت عارف يا دكتور بقينا عارفين يعني الشغل الممثل بيبقى طالع على الشاشة عامل ازاي، بيبقى فيه مجهود مخرج وراه وتوجيه مخرج، ده بيبقى هايل بجد. تحية طبعا لمندو العدل، وبرضو على تحدي اعتقد انت برضو حكيلي على دي، لعودة النجم احمد عيد في دور زي ده، يعني حاجة مختلفة تماما الحقيقة. ده الفضل فيه يرجع لمندو لان هو اصر على اختياره. احنا الحقيقة احمد عيد طبعا مثل معايا في كذا فيلم ليا، وهو طبعا حبيبي وعشريتي وكله، بس انا مش كنت شايفه في الدور.
الحقيقه اللي اصر على عليه ماندو. وطبعا في الاول اتاخد معاه المخرج هو رب العمل يعني. طبعا بس حضرتك يا دكتور كنت شايف ان هو غريب صح؟ يعني اللي هو انا كنت شايف اول ما قال لي احمد عيد يعني في شخصيه مسعود طبعا غريب. والاستاذ جمال عبد نفس القصه يعني اندهشنا من الاختيار. ايوه ناقشنا فيه كتير بس هو كان تحمس وحماسه اتنقل لنا واصر في الاول وفي الاخر ان هو هينقي احمد عيد فهو كسب الرهان مننا. ده حقيقي ده حقيقي عامل شخصيه حلوه جدا. طب دكتور مدحت العدل بعد المسلسل ده وبعد الصعيد ممكن ايه في فكر دكتور مدحت العدل قصه جديده تاني او حاجه جديده ممكن تتكتب قريب؟ والله بص انا هو فيه طبعا بس انا مش عايز احرق الموضوع بيني بس اكيد سكه تانية حاجه بعيد عن الصعيد تانية طبعا. خالص 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 حاجه تاريخيه. انت بتفاجئني يا نهار ابيض الله دي تبقى حاجه جميله جدا. خلاص ده هو ده المفتاح خلاص دي كلمه السر ان شاء الله حاجه تاريخيه وانا ليا مزاج اعملها يعني. لا ان شاء الله يا دكتور تبقى حاجه طبعا عظيمه جدا. الله يخليك. طيب عايزين بقى حاجه كده حياتيه كده مع الجمهور عايزين نعرف ايه طقوس دكتور مدحت العدل في رمضان او ايه المسلسلات ممكن يكون بيتابعها دلوقتي؟ انا بتابع الامام الشافعي. انا بحب الطريقه دي بحب خالد نبوي جدا مؤمن بيه قوي 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 طول عمره صديقي يعني صديق على المستوى على المستوى الشخصي والمستوى الفني. فانا بتابعه طبعا ما اقدرش اتابع حاجات كتير بيني وبينك يعني عشان رمضان او انا لسه بتصور لغايه دلوقتي طبعا لا يكون في عونك انا عارف طبعا هو 30 حلقه انا عمله نادره بالظبط ربنا معاكم بتصور لغايه دلوقتي فانا موجود من هنا ومن هنا ومن هنا الله يقويك يا دكتور. هذا هو الشهر اللي زي كل المصريين ده شهر كل العائلات المصريه بتتجمع فيه صح يعني ده حقيقي ان احنا النهارده مثلا كنا بنفطر عند الاستاذ جمال عبد في بيته يوم تاني عندنا يوم تاني عندي وهكذا فاحنا طول رمضان شهر اللمه بتاع العيله دي الطقوس يعني وغالبا لا اخرج من بيتي الا لبيت حد من اخواتي يعني. ايوه يا رب دايما متجمعين يا دكتور مدحت وحقيقي بجد انا عايز اقول لحضرتك انا مبسوط جدا جدا بعمله نادره وسعيد جدا بهذا الابداع ومبسوط جدا ان حضرتك تدخل معانا مداخله على راديو النيل ونغم اف ام بجد يشرفني دكتور مدحت انا اللي سعيد جدا وكل سنه وحضراتكم طيبين وانت طيب يا عماد يا حبيبي ربنا يخليك يا دكتور.